انه بلشنا بالجمال حديث البلد مع مستر انترناشونال علي حمود. مساء الخير. علي حمود ودارين وجهين كثير حلوين منى صحناوي، بترسمي اوقات وجوه؟ في وجوه بتوحي لك انك ترسميها ولا لا؟ اكيد اكيد. نعم. في وجوه واحد بيطلع فيهم جاي على باله ياخذ القلم ودغري يرسمون. اكيد. دارين مثلا شو بتستعملي اذا بدك ترسميها؟ شو بتستعملي اي ماتيريال؟ بحب قلم رصاص لانه عندها الفيتشرز تبعها كثير حلوين بيطلعوا. نعم. واذا بدك ترسمي علي؟ يمكن باستيل. باستيل بحط شوي باستيل اكثر. ايه لعنه يعني. مشان تحط الوانه او فالور اكثر. مزبوط. اذا بدك ترسمي ميشيل اكواريل محايه منى ميشيل بدنا نعمل لوحه زيتيه لنقعد وقت كثير كثير نتحدث لانه هيدي بتعرف. يعني يا ربي واذا بدك ترسمي يا هيك بيرسموا يا بلا. واذا بدك ترسمي منى؟ منى بكل الطريقات حلوه، يعني بقدر استعمل باستيل اكواريل ما راح يكون حلو قدها. ميرسي. شكرا منى صحناوي. شكرا. علي حمود انت مستر اجيا 2010 والوصيف الثاني لمستر لبنان 2012 وضيفنا الليله بعد ما توجت مستر انترناشونال من اسبوعين بتايلند. الف مبروك. علي انت اللبناني الثاني اللي بيحصل على هاللقب بعد ما احرزه سنه 2006 وسام حنا اللي راح نشوفه، هو الزميل يعني اللي راح نشوفه بدانسينج وذ ستارز معك قريبا ميشيل على الام تي في. علي رغم المنافسه الشرسه بين 40 شاب مثلوا 40 دولة تبارت على هاللقب، في أقلام كتير تنبأت أنك أنت تكون الفايز فيه، ليش برأيك؟ ليش برأيي ما بعرف، يعني يمكن لما طلعت لقوني من الوجوه يمكن المناسبة أنه يكون كمثل انترناشونال، بس هذا الشيء الوحيد اللي شجعني أنه على طول الترشيحات تكون للبنان لصالحك. سو شجعني انه اشتغل اكثر على حالي بهالجمعتين واعمل يعني قد ما في كرمال احصل على اللقب، والحمد لله الله وفقني بالاخير. بالبقلك 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 انه تنغر يحميك الرب يحميك الرب يحميك الرب من الشر. لا محمد حجازي بهالغنيه يحميك الرب من الشر. تحياتنا له على كل حال. الاغنيه ما ماتت، يعني قد ايه صار لها كمان كل هالسنين؟ ان شاء الله الله يحميها من الشر. علي قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف لحظه تتويجك بتايلاند، بس حتى نقدر نشوفه بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وتقول بلاير باسم. بلاير باسم. เพลงสวยงามมิสเตอร์ปริปรินันนะครับเป็นผู้มารับรางวัลนะครับผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศด้วยนะครับ Wow, look at this crowd has gone wild. Congratulations to Lebanon, Mr. International 2012. Thanks again to the great people of Bangkok. ميشيل هلا رح يترجم لنا شو كانت الموسيقى عم بتقول انت وعم تاخذ ال عم بقول له كان بال يا كان بوز اني يا كا تسيني يعني اني علي امود اسيد اجينو عم بيحكوا عن المساجات اللي عملتهم هوني. بفكر لما فهمنا شوف كل انسان دارين بيروح باله محل ما هو يعني طلع على باله طلع كان المساجات حلوين تمام اكسترا يعني علي حمود
علي حمود انت بعدك مصره منى سحنان بدك تقعدي معه وقت اكثر. الكشف من حدك نديم شوي. تكسروا اجري من تحت ما عم ينفع. ترى عم بيصيب العمود كان. علي حمود انت مواليد 1989 بيروت والاصل من كفر ملكي الجنوب وحائز على شهاده ماسترز بالكمبيوتر ساينس. من 3 سنين دخلت مجال الاعلانات وسنه 2012 حصلت على لقب وصيف ثاني بمستر لبنان. ولانه تم توزيع الرابحين بهالمسابقه على عده مباريات عالميه وقع الاختيار عليك لتمثل لبنان بمستر انترناشونال وهيك فزت باللقب. علي حمود ما بدنا نزعل الصبايا اللي عم بيحضرونا اليوم بس انت على علاقه عاطفيه جديه ومستمره يعني بعتذر بس للاسف هيدي يعني الحقيقه. مين صاحبه الحظ وقديش ممكن نسمع عن ارتباط قريب؟ صاحبه الحظ خليها مجهوله الهويه وارتباط قريب يعني بتعرفي هلا فتنا ب عندك سنه بدك تكوني خارج البلاد وعطول سفر وهيك فبدك تحكي مينيموم شي سنتين يعني تتحكي بشي جدي مينيموم. اكيد بلشت تغار شوي هيك مستر انترناشونال ولي من قبل بتغار فهلا ما بعرف يعني بدك تسالي. وهلا بعد اخبار تايلاند وما تايلاند بعتقد رح تولع. لا 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 لا, 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 لا عم بمزح مساج عادي سامع. عادي مش اكسترا. علي حمود سبق واشتغلت كبروجكت مانجر باحدى الشركات واليوم عم تاسس البزنس الخاص فيك ونحن نتمنى لك التوفيق على الصعيد المهني والجمالي والشخصي. يعني ان شاء الله كمان تحصد القاب اخرى وتحقق كل امنياتك. ميرسي لكم. ميرسي علي. ميرسي لكم. منى سحناوي انا بدي اقول انك كنت من اول المشجعين لي ومن اول اللي امنوا فيي وشجعوني على الكتاب بالدرجه الاولى. بدي ادعي كل اللبنانيه انه يروحوا على هالمعرض المستمر ل 31 الشهر ليشوفوا الفن الراقي فن منى سحناوي اللي بعتقد اغلبهم بيعرفوه ليشوفوا يعني اجمل ما تبقى يمكن من لبنان وليقارنوا بين اللوحات القديمه واللوحات الجديده اللي شفتيها. كلمه اخيره بتحبي تقوليها؟ ميرسي انبسطت كثير على هالبرنامج وتعرفت على اشخاص كل واحد عنده شيء مهم وهيك بنفتخر اكثر ببلدنا لما بنشوف انه في شباب عم يتناشطوا وينجزوا بكل الكون يعني مش بس بلبنان. شكرا يا منى. شكرا كثير لوجودك معنا. ميرسي كثير. شكرا منى.